تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة هذا اليوم حفل ختام بطولة اليوم الختامي لكأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى لبطولة الضاحية العسكرية 4 كيلومتر ومسابقة الرماية السنوية وبطولة شد الحبل للوحدات والقفز الحر بالمظلات. ويأتي ذلك ضمن احتفالات قوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى 50 لتأسيسها، وذلك بميدان الرماية الإلكتروني. فلدى وصول جلالته أيده الله كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، وسعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط. وقد رافق جلالته أيده الله سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي. وبعد عزف السلام الملكي استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، كما تشرف أمين سر الاتحاد الرياضي العسكري العميد ركن بحرين عمان راشد الحسن بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظكم الله ورعاكم، سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي حضرة صاحب الجلالة، تزامنا بالذكرى العطرة 50 لتأسيس جلالتكم حفظكم الله قوة دفاع البحرين، نحتفل اليوم بختام مسابقة كأس سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظ الله ورعاه للرمايات العسكرية والأنشطة الرياضية. سيدي حضرة صاحب الجلالة، خير بداية لكل بداية آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الرائد ناصر راشد الغدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة، يتشرف أمين سر الاتحاد الرياضي العسكري العميد الركن بحري نعمان راشد الحسن بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظكم الله ورعاكم، سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظكم الله، أصحاب السمو وأصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل معاني الفخر والاعتزاز أتشرف أن أرفع إلى جلالتكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بالذكرى 50 لتأسيس قوة دفاع البحرين. هذا اليوم العزيز على قلوبنا جميعا، اليوم الذي يمثل المجد والعزة والفخر والكرامة لجميع منتسبي قوة الدفاع، اليوم الذي نستذكر فيه منجزات عظيمة ومفاخر خالدة سطرها أبناؤك من منتسبي قوة الدفاع منذ إشراقة ضوءها الأول، حيث أضافوا صفحات مشرفة من تاريخنا الوطني، مساهمين في مسيرة التطور والنمو والعطاء في جميع المجالات منها التسليح والتقنية والقضائية والطبية والرياضية، والتي ارتقوا فيها إلى أعلى مراتب التميز والإبداع، مسجلين ضروبا من التضحية والفداء في سبيل الذود عن حمى الوطن الغالي ورفع اسم مملكة البحرين الغالية وقوة الدفاع في جميع المحافل والجبهات، وفي أي ثغر من الثغور ناصبين أمام أعينهم توجيهات جلالتكم السديدة منذ التأسيس، والتي كانت النبراس الذي يضيء لهم طريق الإبداع والإنجاز لتحقيق كل ما من شأنه رفع اسم قوة الدفاع ومملكة البحرين، مقتدين بحكمتكم سيدي ومهتدين بمسيرتكم المباركة في شتى مجالات العمل. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إن ما حققته الرياضة العسكرية من نقلات معنوية كبيرة وتطور رياضي يشهد له القاصي والداني عزز مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية وجعلنا في مصاف الدول المتقدمة متفوقين بشكل كبير على دول ذات انباع وتاريخ طويل، وما كانت تلك الإنجازات لتتحقق لولا دعمكم اللامحدود وتوجيهاتكم الكريمة واهتمامكم المباشر بالرياضة والرياضيين، مستلهمين ذلك من نهجكم سيدي حفظكم الله وأنت الرياضي الأول والداعم الأكبر للرياضة والرياضيين، ومن دعم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وسيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة الدفاع حفظه الله، ومن مشاركة سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أخوانه الرياضيين للعديد من المسابقات وهو ما يمثل الدافع والقدوة لهم، مباركين لسموه إنجازاته الرياضية
التي يفتخر بها جميع منتسبي قوة الدفاع، متمنين له التوفيق والنجاح في بطولة العالم للرجل الحديدي والتي ستقام في كونا بلاهاي. سيدي، إن تشريفكم ورعايتكم الكريمة لاحتفالنا السنوي لمسابقات الرمايات العسكرية والأنشطة الرياضية له مصدر فخر واعتزاز نستمد منه كل معاني العطاء، ويؤجج فينا قدرات العمل الجاد المخلص للارتقاء بما يقدمه لا الرجال من احترافية وتميز في المسابقات. وفي ختام كلمتي هذه، لا يسعني إلا أن أتقدم لجلالتكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لتشريفكم حفلنا هذا، وكما أخص بالشكر والتقدير والعرفان إلى سيدي صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع. ولا يفوتني في هذا المقام إلا أن أشكر سيدي سعادة رئيس هيئة الأركان ومساعدي رئيس هيئة الأركان وقادة الوحدات والمدراء على اهتمامهم ومشاركتهم الفعالة لإنجاح اليوم الختامي للأنشطة الرياضية في كل عام، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مملكتنا الغالية وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل عهدكم الزاهر. حفظكم الله ورعاكم. سيدي، استأذن جلالتك ببعد المسابقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم بدأت المسابقات العسكرية المختلفة لسباق الضاحية العسكري ومباريات شد الحبل والرماية العسكرية. تلا ذلك استعراض الفريق العسكري للقفز الحر، حيث أثبت الجميع ما يتميزون به من تدريب متقن ومهارة رفيعة. صاحب الجلالة، انطلق قبل قليل منافسات الضاحية العسكرية للضباط، حيث شارك في هذه المسابقة عدد 125 ضابط من 19 وحدة من وحدات قوة دفاع البحرين. سيدي حضرة صاحب الجلالة، تبدأ بعد قليل منافسات المركزين الثالث والرابع لبطولة شد الحبل العسكري للوحدات بين فريق كتيبة المشاة الآلية 19 وكتيبة المشاة الآلية الملكية 21. سباق الضاحية العسكرية للضباط النقيب مبارك حمد الصليطي من القوة الخاصة الملكية. الحائز على المركز الثاني وكذلك المركز الثالث من الحرس الملكي. سيدي حضرة صاحب الجلالة، نستكمل الآن منافسات بطولة شد الحبل العسكرية لتحديد المركزين الثالث والرابع.
سيار حرام عليك أسلم أنهض 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 حسين أنهض لا لا يا عبد أسلم سيدي حضرة صاحب الجلالة، تبدأ الآن منافسات الرمايات العسكرية. أولاً إسقاط الصحون بالمسدس مسافة 20 متر على المركزين الأول والثاني بين الحرس الملكي والكتيبة الخاصة 83. مسابقة إسقاط الصحون بالرشيش MB5 مسافة 40 متر على المركزين الأول والثاني بين الحرس الملكي والقوة الخاصة الملكية. مسابقة إسقاط الصحون بالبندقية مسافة 200 متر على المركزين الأول والثاني بين كتيبة المشاة الآلية الملكية 13 والقوة الخاصة الملكية. فريق القوة الخاصة الملكية من الفوز بالمركز الأول في مسابقة إسقاط الصحون بالبندقية مسافة 200 متر. رماية المسدس 9 مليمتر لفريق السيدات من وحدة الشرطة العسكرية الملكية. واحد عم صفقة قوية لهم، صفقة قوية لهم، يستاهلون يستاهلون. ستبدأ بعد قليل مسابقة شد الحبل لتحديد المركزين الأول والثاني بين وحدتي القوة الخاصة الملكية والحرس الملكي. شارك فريق القفز الحر بالمظلات لقوة دفاع البحرين في بطولات إقليمية ودولية وحقق العديد من الإنجازات على مستوى الفريق. وفي ختام الحفل تشرف أعضاء فريق قوة الدفاع المظلي الحر بالسلام على جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله، وهي كالتالي: تفضل جلالة بطولة لندن الدولية للقفز والجوائز على الفرق الفائزة. في شهر مارس 2017 حقق الفريق الأول الميدالية الفضية، والفريق الثاني حقق الميداليات الذهبية. بطولة العرب وكأس الخليج الأولى داخل المروحة، والتي أقيمت في مملكة البحرين في شهر مايو الماضي، وكانت النتائج على مستوى الفرق والفردي. نشاهد العلم الخاص. وقد جاءت النتائج كالتالي: مسابقة إسقاط الصحون بالمسدس للضباط، الفريق الفائز بالمركز الثالث الدروع الملكية، الفريق الفائز بالمركز الثاني الكتيبة الخاصة 83،
الفريق الفائز بالمركز الأول الحرس الملكي. اثنان مسابقة اسقاط الصحون بالرشاش MB5 الفريق الفائز بالمركز الثالث الدروع الملكية. الفريق الفائز بالمركز الثاني الحرس الملكي. الفريق الفائز بالمركز الأول القوة الخاصة. ثلاثة مسابقة اسقاط الصحون بالبندقية. الفريق الفائز بالمركز الثالث الدفاع الجوي الملكي. الفريق الفائز بالمركز الثاني كثيبة المشاة الآلية الملكية 13. الفريق الفائز بالمركز الأول القوة الخاصة الملكية. مسابقة اسقاط الصحون بالمسدس للسيدات الاستعراضية من وحدة الشرطة العسكرية الملكية. أربعة مسابقة القناصين العسكرية للوحدات. الفائز بالمركز الثالث رقيب أول نواف بخيت خليفة من الحرس الملكي. الفائز بالمركز الثاني عريف وافد صالح مثنى من سلاح الجو الملكي البحريني. الفائز بالمركز الأول رقيب أحمد رحيل خلف من كتيبة المشاة الآلية الملكية 13. خمسة مسابقة رماية الدقة للمسدس للضباط فردي. الفائز بالمركز الثالث الرائد عبد العزيز محمد العازمي من الكتيبة الخاصة 83. الفائز بالمركز الثاني مقدم ركن خالد أحمد الرويعي من الحرس الملكي. الفائز بالمركز الأول نقيب عبد الله محمد الرميحي من الكتيبة الخاصة 83. فرق الفريق: فريق الفائز بالمركز الثالث كتيبة المشاة الآلية الملكية 4. الفريق الفائز بالمركز الثاني الحرس الملكي. الفريق الفائز بالمركز الأول الكتيبة الخاصة 83. ستة مسابقة رماية الدقة للرشيش فردي. الفائز بالمركز الثالث الرائد سلمان جاسم الغتم من الحرس الملكي. الفائز بالمركز الثاني رقيب محمد منصور العمري من القوة الخاصة الملكية. الفائز بالمركز الأول رقيب خليفة دعيج خليفة من الكتيبة الخاصة 83. فرق الفريق: الفائز بالمركز الثالث الحرس الملكي. الفريق الفائز بالمركز الثاني الكتيبة الخاصة 83. الفريق الفائز بالمركز الأول القوة الخاصة الملكية. سبعة مسابقة رماية الدقة للبندقية فردي. الفائز بالمركز الثالث وكيل أحمد عسكر عبد الله من القوة الخاصة الملكية. الفائز بالمركز الثاني الرائد محمد أحمد البوعنين من وحدة الشرطة العسكرية الملكية. الفائز بالمركز الأول عريف عبد الله علي أحمد من كتيبة المشاة الآلية الملكية 13. فرق الفريق الفائز بالمركز الثالث كتيبة المشاة الآلية الملكية 4. الفريق الفائز بالمركز الثاني القوى الخاصة الملكية. الفريق الفائز بالمركز الأول كتيبة المشاة الآلية الملكية 13. ثمانية مسابقة شد الحبل العسكرية للوحدات. الفريق الفائز بالمركز الثالث كتيبة المشاة الآلية الملكية 19. الفريق الفائز بالمركز الثاني الحرس الملكي. الفريق الفائز بالمركز الأول القوة الخاصة الملكية. تسعة فريق قفز الحر بالمظلات. الفائز بالمركز الثالث رقيب أول خالد أحمد مشرح. الفائز بالمركز الثاني رقيب أول ناصر عبد الله ناصر. الفائز بالمركز الأول رقيب حسين أحمد محمد. عشرة بطولة الضاحية العسكرية للضباط لمسافة 4 كيلومتر فردي. الفائز بالمركز الثالث ملازم عبد الله محمد العرجاني من الحرس الملكي بزمن وقدره 13 دقيقة و19 ثانية. الفائز بالمركز الثاني ملازم مبارك حمد الدوسري من الحرس الملكي بزمن وقدره 13 دقيقة و14 ثانية. الفائز بالمركز الأول نقيب مبارك حمد الصليطي من القوة الخاصة الملكية بزمن وقدره 12 دقيقة و14 ثانية. فرق الفريق الفائز بالمركز الثالث وحدة هندسة الميدان الملكية. الفريق الفائز بالمركز الثاني القوى الخاصة الملكية. الفريق الفائز بالمركز الأول الحرس الملكي. 11 مسابقة كأس صاحب الجلالة القائد الأعلى للرمايات العسكرية والأنشطة الرياضية لعام 2018 ميلادية. المركز الثالث الكتيبة الخاصة 83 مجموع النقاط 60 نقطة. المركز الثاني الحرس الملكي مجموع النقاط 125 نقطة. المركز الأول القوة الخاصة الملكية مجموع النقاط 130 نقطة.
هذا وقد أعرب جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله عن إعجابه بما شاهده من مهارات تعكس الكفاءة العسكرية واللياقة البدنية وروح المنافسة الشريفة وما يتسم به رجال قوة الدفاع من جاهزية قتالية رفيعة وتدريب احترافي متقن، مما يؤكد حرصهم لتحقيق الفوز دائما، مثمنا جلالته بكل اعتزاز الجهود النبيلة لجميع رجال قوة الدفاع البواسل لنهوضهم بواجبهم السامي للدفاع عن الوطن وأمن مواطنيه الكرام والمقيمين على أرضه الطيبة ليظل وطنا عزيزا منيعا بعون الله، مشيدا جلالته ويده الله بالإنجازات الرياضية المميزة التي حققتها قوة الدفاع في العديد من المنافسات في المحافل الإقليمية والدولية، معربا عن تهانيه للفرق الفائزة. كما شكر جلالته جميع المشاركين والمدربين والمنظمين لهذه المسابقات متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.